عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فيه الشفاء. أنا يسرى برناز، أخصائية في التغذية والتثقيف الصحي. اليوم باش نحكيو على فخوي غوش، الغلة الحمراء. كيف نقولوا فواكه حمراء في تونس، نعنيهم بالهنا الفراولة والفريز وحبل الملوك السوغيز، اللي هما موجودين بكثرة في وقتنا توا اللي هو وقت الربيع. شهر رمضان السنة جينا في الربيع، دونك باش نلقاو برينسيبالمون الفراولة والفريز متواجد بكثرة. هذاك عليه باش نعملوا عليه برشا، على خاطر برشا منافع فيه. الفريز الفراولو موجود بكثرة تبارك الله في تونس، هذاك علاش نحبو نختنمو الفرصة هذيا ونستهلكوه بكثرة، على خاطر فيه بارشا منافع وقليل باش تلقى مضار فيه، بخاتيكمو ما فيهش مضار. دونك بالنسبة للفراولو هو ياسر معبي بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وخاصة فيه برشا فيتامين سي، وفيه الفيتامين بي 9، وفيه الأملاح المعدنية كيما البوتاسيوم والفوسفور اللي ما يخليوش البدن يعمل ريتونسيون دو، احتباس الماء. وحاجه اخرى مهمه برشا، اللي الفريز في 100 غرام فيه براتيكمون 6 غرامات سكر، يعني براتيكمون نجمو نستهلكو 300 غرام في كل وجبه وثلاثه مرات في النهار، على خاطر اولا يحتوي على شويه سكر، وثانيا مؤشر الجليسيمي نتاعو ياسر منخفض تحت 20%، دونك نشجعوا عليه باش نستعملوه بكثره، لكن لهنا بحذر شديد ما زيدوش السكر سينو ما عملنا شيء. بالنسبه للفراوله دو بريفيرونس نستهلكوه كعب خير من نستهلكوه جو، علاش؟ على خاطر في الجو تضطر انك باش تزيد السكر، وثانيا تتنحى الالياف نتاعو اللي هما حاجه نافعه برشا موجودين في الفريز كي يتكني، ولا نقصوه شوية باش نعملوه كيما سالاد دو فروي. لهنا كي باش نقصوه شوية نجمو نضيفولو ماء الزهر ولا ماء العطر شيا، اما ما نزيدولوش السكر. دونك حبل الملوك لهنا راهو زادا غني بالفيتامينات والاملاح المعدنية، خاصة بالاملاح المعدنية كيما البوتاسيوم. في 100 غرام مثلا سوغيز حبل ملوك موجود 190 ميلي غرام دو بوتاسيوم، اللي هي حاجة ياسر نافعة جدا للإنسان، وخاصة هو يخلينا يفافوريزي الاكتيفيتي ديوريتيك نحنا، يعني مدر للبول. دونك هذيك علاش نستهلكوه خاصة للريتونسيون دو للنساء، ونقول لهم مثلا استعملوا اللي عندهم احتباس الماء والكل، نقول لهم استعملوا سوريز راهو حاجة باهية. اما لهنا السوريز عكس للفريز راهو فيه برشا كميه سكريات، بريسك دوبل، يعني 100 غرام سوريز فيه 13 غرام سكريات. هذاك علاش نقولوا لهنا ردوا بالنا من استهلاك السوريز، كي نكثروا منه راهو يطلع على السكر، خاصه لمرضى السكري، هذاك علاش نستعملوه برويه. بالنسبه للعباد اللي تحب ليزاستوس، حبل ملوك فيه عود صغير معاه، راهو باش نحكيوا عليه في الفقره الثالثه، تابعونا. أكل عود اللي موجود في السوغيز هذاك الأخضر ما عادش تلوحوه، راهو نافع جدا، وبرشا بلدان البرة يستعملوه حتى في شكل دويات، يعني يشيحوه يغربلوه ويصفيوه ويعملوه في شكل دي بودر هكا، وحتى تصفرن دي جيلول. احنا لهنا عندنا متوفر تبارك الله، كي نشريو السوغيز وما يوزنش بخاتيكمو، يعني يجيك بلاش. دونك في الحالة هذه جست تغسلو مليح تشيحو، وتنجم تعمل به دي تيزان، يعني لي تيزان هذوما يكونوا غنيين بالاملاح المعدنيه اللي يخدموا اونتي ريتونسيون دو. كي نقول ريتونسيون دو جينيرالمون هما نساء معنيين اكثر، لكن حتى الرجال ينجم ينفعهم، علاش؟ على خاطر هو يخدم اونتي سيلول كونسيروز نتاع سيلول دو كولون والبروستات. حلقتنا لليوم وفات على الغلة الحمراء، إن شاء الله نتقابلوا في حلقة جديدة من فيها الشفاء.